اصدقائك والان تكمله مع السيد جمال. هكا يعطيك صحه عادل. سي بون يا اخي عادل. هكا تكاميري. ايوه حول الموضوع في تكمله. حول الموضوع سي لا ديموكراسي كورنتيان. ايوه وذا سقراطيس الكتاب تاعو الاخر هذا اللي مات ربي يرحمه داروا عليه هما سقراطيس ايترنو الخالد. هاو لا بوندرول هذيا تهزت. الله جميع يرحم الجميع. الله يرحم الجميع سيرتو الله عظيم الناس اللي اللي دارت الخير يعني الخير في الحياه. بيان سور ها هي غانار او بيردر ماس سيمبري كوم ديموكراسيا برسك كتبناها كيما مكتوبه هي. وهذه شغل لا بوند هذيك اللي يعني تهزت يعني شغل لا سيناتير وين بوند. وهذا سقراطيس وذا اوسي من الكتاب اللي خرج له الاخر سقراطيس ليفرو ايترنو تحبوا تشوفوه. وذيا لا ديمو هذيا اون بريتو ايبرانكو ايبرانكو اه اوكي هذه القبضه تاعو ديما تاع قبضه النصر. وهما يعني علاه سموها لا ديموكراسي اون بريتو ايبرانكو يعني الديمقراطيه بالابيض والاسود لانه نادي كورنتيانا عنده التيشيرت تاعو ابيض وكحل ومش غير على اساس انها دي اون بريتو ايبرانكو يعني بالابيض والاسود لانه هما كانوا حاطين سبار باللي حاجه حياديه ما تقدرش تكون فهما يعني داروا بالرياضه ولت الرياضه عمل فني وسياسي اخر ولو يسموا فيها ديمقراطيه الابيض يسموا به الحريات يعطيك الصحه يعني الحاجه اللي كانت حياديه خرجوا لهم من الامازون حتى هم فهمت كيفاه بالسبار بون وذيا كيما نقولوا تشوف فريد هذه 7 و8 هذه يعني شغل نحن درناها برك هو راه رقمه 9 وسقراطيس الويت هذا تلقوه في نادي كورنتيانا تيشيرت هذا الماتش الفينال هذه فوتو صحيحه ومن بعد تهزتك يعني ديسان انيمي يعني سيمبوليك على الماتش الفينال اللي دخلوا هو وكازا جراندي وسقراطيس هز هنا يعني الإشارة تاع الكابتن ودخلوا الاستاد وربحوا الماتش فينال. نحنا يعني كرمزية في إطار الحراك وكذا وفي الكان يعني درناها يعني المادة 7 و8 ديمقراطية سبورتيفا. احنا ما يتبعين لك لي بوندرول اللي هزيناهم وكذا فهمتي؟ هذه اي ثانك يو فيري ماتش انا هنا درنا ديما ما سيمبري كوم ديموكراسي يعطيك الصحه الاستاذ جمال يعطيك الصحه يعطيك الصحه ميرسي بوكو في لقاء جديد ان شاء الله ان شاء الله ونعطيك ان بون صغير هكا فهمتي ما سيمبري كوم ديموكراسي هذه اي لي فلار وكذا وهذه كي تفكرت تاع لي فلار هذه كتب عليها الكاتب الارجنتيني الكبير ادواردو غالياني اللي كتب ليفان اوفيرت على امريكا لاتين الشرايين المفتوحه في امريكا اللاتينيه في 70 هو كي نجحت لا ديموكراسي في البرازيل يعني ثم انك نجاح وكذا وقال يعني تخدمت في ظروف عائليه واجواء حميميه وكذا وهذه يعني شهدت ناس كبار. يعطيك الصحه جمال شكرا. اي سامبري كوم ديموكراسيه. يعطيك الصحه جمال. يعطيك الصحه.